أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 52 من دروس شرح ملحة الإعراب في ليلتنا هذه، ليلة الخميس الموافقة 25 من شهر شوال. وأخذنا في يوم أمس الكلام على ما إذا كان الكلام المتقدم تاما غير موجب، وإذا كان كذلك فما حكم المستثنى؟ يجوز فيه وجهان: الإتباع على البدلية وهو الأحسن، والنصب على الاستثناء. من يقرأ الأبيات؟ باب طيب، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله: ولما كان الإبدال اللفظي قد يمتنع أيضا لعارض أشار إلى ذلك بقوله، يعني المصنف رحمه الله: وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه، أي وإن استثنيت من اسم لا الذي بنفي الجنس المبني على الفتح فارفع المستثنى باعتبار محل اسمها، ولا تفتحه باعتبار لفظه، فتقول لا رب إلا الله كالرفع، لأنها لا تعمل إلا في النكرة، ومحل اسمها قبل دخولها الرفع، والاستثناء هنا من كلام تام، لأن التقدير لا رب لنا إلا الله، لا رب لنا إلا الله، أو لا رب حق إلا الله. فارفعه وارفع ما جرى مجراه، وإن تقل لا رب إلا الله فارفعه وارفع ما جرى مجراه. ما إعراب إلا الله؟ لفظ الجلالة بدل، بدل من ماذا؟ يقول من محل لا مع اسمها، محلهما رفع بالابتداء عند سيبويه. ومنهم من يقول بدل من محل اسم لا قبل دخول لا، فإن محله أيضا رفع بالابتداء. وبعضهم يقول محل بدل من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، لا إله حق، حق مصدر وفيه ضمير، أو معبود بحق، معبود فيه ماذا؟ ضمير، معبود هو. طيب، بعضهم جعله بدلا من الضمير المستتر في الخبر، هذا قول آخر. لا رب إلا الله لفظ الجلالة لا يعرف خبرا هكذا، لأن لا تعمل إلا في نكرتين، فالخبر محذوف، الخبر ما له محذوف، تقديره لنا لا رب لنا، أو لا رب حق، أو لا رب معبود بحق،
هكذا يقدر، ويكون هذا الكلام يا أخواني من الكلام التام غير الموجب المسبوق بماذا؟ بنفي. فارفعه وارفع ماذا؟ وارفع ما جرى مجراه. ايش الذي جرى مجراه؟ مثل قولك لا اله الا الله، لا رب الا الله، لا اله الا الله، في هذين المثالين وامثالهما لا يعرب رب الجلاله خبرا للا. لماذا؟ لان لا تعمل الا في نكرتين. فماذا يعرب؟ يعرب بدلا، يعرب بدلا. وهنا اختلف النحويون بدل من ماذا، فبعضهم يقول بدل من محل لا مع اسمها لأن محلهما رفع بالابتداء، وبعضهم يقول بدل من محل لا من محل اسم لا قبل دخول لا، وهو محل أيضا رفع قبل دخول لا، وبعضهم يقول بدل من الضمير المستتر في الخبر، من الضمير المستتر في الخبر. فإذا كان الخبر لنا جار مجرور يقدر بمستقر أو استقر هكذا، ومستقر أو استقر فيه ماذا؟ فيه ضمير مستتر. وإذا قلنا حق، حق مصدر، فيه أيضا ضمير مستتر. وإذا قلنا معبود بحق أيضا فيه معبود ضمير مستتر اسم مفعول. قال الشارح رحمه الله تنبيه: ومثل ذلك قولك ما جاءني، ما جاءني من أحد إلا زيد، فيجب رفع زيد على البدل من محل أحد. عندنا سقطت من، وهي موجودة في بعض النسخ، فيجب رفع زيد على البدل من محل أحد لأنه فاعل، ولا تجر من الزائدة إلا النكرات. ما جاءني من أحد إلا زيد، ما يعرف زيد بدل هكذا، بدل من ماذا؟ بدل من ماذا؟ ها؟ هل هو بدل من أحد أو من محل أحد؟ من محل أحد. أحد عندنا مجرور بمن الزائدة، فهو مجرور لفظا مرفوع تقديرا، مجرور لفظا مرفوع ماذا؟ تقديرا. هل نقول مرفوع تقديرا أو مرفوع محلا؟ ها؟ في فرق ولا ما في فرق؟ هل نقول ها محله الرفع، لكن هل نقول مرفوع محلا أو تقديرا؟ محلا تقديرا. لماذا؟ ها؟ تقدير أرجح. لماذا؟ أيوه ضروري من التعليل. نعم، على كل اللفظ المشهور بين النحويين مرفوع محلا، مرفوع محلا هذا هو المشهور. لكن بعض النحويين فرق، بعض النحويين فرق بين المعرب والمبني، فيقول الإعراب المحلي يقول للمبنيات، والإعراب التقديري يقول للمعربات. واضح؟ فالآن أحد معرب ولا مبني؟ ها يا أخواني معرب، وعلى هذا فيكون الأحسن أن نقول مجرور لفظا مرفوع ماذا؟ تقديرا، لأن أحد معرب. لكن لو جاءنا ضمير، لو جاءنا
ضمير، نقول محلا هذا تفصيل لبعض النحويين يقول إن كان اللفظ معربا فنقول مجرور لفظا مرفوع تقديرا، وإذا كان مبنيا فنقول ماذا؟ مرفوع محلا، مرفوع محلا، هذه فائدة. طيب لماذا جعلنا زيد بدل من أحد على محل الرفع ولم نجعله بدل على لفظه؟ أي لماذا 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 لم يناسب؟ ها أحد نعم نعم من الزائدة لا تجر إلا النكرات، من الزائدة لا تجر إلا النكرات. وزيد نكرة ولا معرفة؟ معرفة. وإذا جعلناه بدلا على القاعدة المشهورة عند جمهور النحويين أن البدل يحل محل ماذا؟ المبدل منه. واضح يا إخواني؟ لماذا جعلنا زيد مرفوعا؟ لأن عندنا مانع من جره وهو من الزائدة التي لا تدخل إلا على نكرات، وعلى هذا فالمستثنى يأخذ حكم المستثنى منه إذا أعربناه تابعا، إذا أعربناه تابعا. وقد وجدت عندنا هنا من الزائدة، فعلى هذا نرفعه على ماذا؟ على المحل ولا نجر ماذا؟ على اللفظ. طيب نجعله تابعا للمحل وهو الرفع دون ماذا؟ دون اللفظ. ما جاءني من أحد، ما يعرب أحد، ما جاءني من أحد، أين فاعل جاءني؟ أين فاعل جاءني؟ أحد، هكذا جر بمن الزائدة، جر لفظا وهو مرفوع تقديرا أو محلا على خلاف بين النحويين. يعني الشارح أراد بهذا التنبيه يا إخواني، أراد بهذا التنبيه أنه إذا وجد عندنا مانع من الإبدال على اللفظ فنبدل على المحل، نبدل ماذا؟ على المحل ولا نبدل على اللفظ. ومثله لا رب إلا الله، لماذا لم نقل لا رب إلا الله بدل من رب المفتوح؟ لماذا لم نقل إن لفظ الجلالة نفتحه ونقول لا رب إلا الله ويكون بدلا من ماذا؟ من رب المفتوح. لماذا؟ إيه نعم، لأن رب لا أدخل إلا على النكرات، فوجد عندنا مانع من الإبدال على اللفظ، فماذا نعمل؟ نبدل من المحل، نبدل من ماذا؟ من المحل. أي محل؟ من محل لا مع اسمها، محلهما رفع عند سيبويه، أو من محل اسمها قبل دخول لا وهو أيضا محله الرفع. واضح؟ لماذا لم نجعل المستثنى بدلا من اللفظ؟ نقول لوجود مانع. المانع مثل ماذا؟ مثل النافية ومثل من الزائدة وهكذا. قال رحمه الله تنبيه آخر ما ذكره أيضا، أي المصنف، بأنه يجعل بدلا من المحل إذا وجد مانع من إبداله من اللفظ،
قال ما ذكره أيضا إنما هو على إرادة الإبدال. وأما على قراءة من قرأ ما فعلوه إلا قليلا بالنصب فيجوز النصب في لا رب إلا الله وشبهه على الاستثناء. واضح؟ وعلى هذا يجوز لنا في لفظ الجلالة وجهان: الوجه الأول الإبدال على اللفظ أو على المحل؟ على المحل هكذا، لأن عندنا مانعا من الإبدال ماذا؟ من اللفظ. والوجه الثاني النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء لأنه مستثنى من كلام ماذا؟ من كلام تام غير موجب هكذا. وإذا كان المستثنى من كلام تام غير موجب، من كلام تام غير موجب، جاز فيه ماذا؟ وجهان: الإتباع والنصب. الإتباع على البدلية والنصب على ماذا؟ على الاستثناء. لا يجوز الإبدال من اللفظ لأنه اسم لا، ولا لا تدخل إلا على نكرات. وجاز الإبدال على محل لا مع اسمها كل، ولا يشترط في هذا المحل أن يكون نكرة. واضح؟ الآن عندنا نعيد، ركزوا معي، عندنا محل الابتداء. هل محل الابتداء يجب أن يكون معرفة أو نكرة؟ ها؟ الأصل فيه أن يكون معرفة، ويجوز أن يكون نكرة بمصور هكذا. فالآن عند أن أبدلنا من محل لا مع اسمها، محل الابتداء هذا لا يشترط أن يكون معرفة ولا أن يكون نكرة. واضح؟ وعلى هذا نكون أبدلنا معرفة من ماذا؟ من معرفة مثلا، لأن الأصل أن يبتدأ بماذا؟ بالمعرفة. واضح هذا الكلام؟ الآن لما نبدل من محل لا مع اسمها، ما هو محل لا مع اسمها؟ الابتداء. لكن لما نبدل من لفظ اسم لا، هذا المحل يشترط أن يكون نكرة ولفظ الجلالة معرفة. واشترط النحويون في البدل أنه يجوز إحلال ماذا؟ محل المبدل منه. الأصل فيه، نعم. طيب انتهينا من هذا يا أخواني. ما حكم المستثنى من كلام تام موجب؟ النصب وجوبا. ما حكم المستثنى من كلام تام غير موجب؟ يجوز فيه وجهان: أحدهما البدل من اللفظ، البدل من لفظ المبدل، لأن البدل يتبع ماذا؟ المبدل من في إعرابه، إلا أن يوجد مانع من الإبدال من اللفظ فنبدل ماذا؟ من المحل، مثل لا رب إلا الله، لا إله إلا الله، ما جاءني من أحد إلا ماذا؟ إلا زيد. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وانصب إذا ما قدم المستثنى، تقول هل إلا العراق مغنى. قال الشارح رحمه الله: أي أن ما ذكر من الإبدال في غير الموجب إنما هو إذا تأخر المستثنى منه عن المستثنى ليصح إتباعه إياه كما سبق. هذه الآن مسألة أخرى. قلنا يا إخواني: ما حكم المستثنى من كلام تام غير موجب؟
يجوز فيه ماذا؟ وجهان. مثاله: ما جاءني أحد إلا زيدا وإلا زيد. يقول: محل جواز الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى. ألا نحن عرفنا أين المستثنى؟ المستثنى هو المذكور بعد إلا، والمستثنى منه مذكور قبلها. فجواز محل الوجهين إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه. فإن تقدم وهو مستثنى من كلام تام غير موجب، فماذا؟ فيقول: يجب نصبه، لا يجوز فيه ماذا؟ وجهان. قال: فإن تقدم المستثنى على المستثنى منه تعين نصبه، كقولك في النفي: ما جاء إلا زيدا أحد. أين المستثنى وأين المستثنى منه؟ أحد المستثنى منه، وزيد مستثنى. ما حكم زيد هنا؟ يجب نصبه، مع أنه من كلام ماذا؟ تام غير موجب. إذن جواز الوجهين في التام غير الموجب محله إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه. فإن تقدم لم يجوز في المستثنى إلا وجه واحد، وهو وجوب النصب، ولا يجوز الإبدال. قال: وفي النهي: لا يقوم إلا زيدا أحد. وفي الاستفهام: هل إلا العراق مغنى، أي محل إقامة. معنى قوله مغنى محل إقامة، يقال غني بالمكان يغنى، كرضي يرضى، أي أقامة. ومنه: كأن لم يغنوا فيها، أي لم يقيموا. والتقدير: هل لنا منزل إلا العراق. واضح هذا الكلام يا أخواني؟ ما حكم المستثنى من كلام تام غير موجب؟ قلنا: يجوز فيه وجهان، يجوز فيه وجهان. متى يجوز الوجهان؟ إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه. فإن تقدم لم يجوز في المستثنى إلا وجه واحد، وهو النصب وجوبا، النصب وجوبا. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ وعلى هذا نجعل في البال مواضع وجوب نصب المستثنى. متى يجب نصب المستثنى؟ في مواضع: الموضع الأول إذا كان الكلام المتقدم تاما موجبا، هكذا. الموضع الثاني إذا كان الكلام تاما غير موجب وتقدم المستثنى على المستثنى منه، هذا من مواضع الوجوب. ها؟ لا، إلى الآن تقدم معنا موضعان، وبقي عندنا مواضع أخرى يجب فيها نصب المستثنى. المستثنى بليس ولا يكون واجب النصب، المستثنى بما خلا وما عدا إذا تقدمت ما واجب ماذا؟ واجب النصب. طيب، قال الشارح رحمه الله: تنبيه. وما ذكره الناظم من الإبدال أيضا إنما هو في الاستثناء المتصل. وما ذكره الناظم من الإبدال أيضا إنما هو في الاستثناء المتصل، وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه، كالأمثلة السابقة. وأما الاستثناء المنقطع وهو الذي يكون
في المستثنى ايش عندكم؟ وهو الذي يكون المستثنى ما فيه في هكذا في عندكم فيه، وهو الذي يكون في المستثنى من غير جنس المستثنى منه، يعني الأحسن أن يقول وهو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيتعين نصبه ويقول إن هذه من سقطت من بعض الطبعات، وهو الأحسن، سقطت من بعض الطبعات، انتهى الكلام، وهو الأحسن من عندي. يكون الكلام ماذا؟ الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فيتعين نصبه أيضا كقولك ما في الدار أحد إلا حمارا، ولم يتعرض له الناظم في النظم لأنه بمعنى لكن، يعني إذا كان المستثنى منقطعا يكون الاستثناء بمعنى لكن. ومنه قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا، إلا هنا بمعنى لكن وهو مستثنى منقطع، فالذين آمنوا لا يبشرون بعذاب أليم. وكذا ما قام زيد إلا عمرا، ما قام زيد إلا عمرا، عندكم هكذا المثال؟ نعم، تكون إلا بمعنى لكن. وأجاز بن تميم الإبدال حيث أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه كقوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، أي ليس فيها حي يستأنس به إلا اليعافير وإلا العيس، واليعافير يقول جمع يعفور، المعلق يقول اليعافير جمع يعفور بفتح الياء أو ضمها وهو الظبي الأعفر، والعيس الإبل. وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير، المستثنى هنا منقطع، لكن قال إذا صح دخول، إذا أمكن دخول المستثنى في المستثنى منه ماذا؟ جاز البدل، جاز البدل، يعني أن اليعافير والعيس مما يستأنس به، مما يكون أنيسا. على كل يا إخواني هو اسم ليس، لكن اليعافير بدل من أنيس. هل اليعافير والإبل مما يستأنس به؟ يقول نعم، يعني يصلح أن يجعل أنيسا، والأصل في الأنيس أن يكون من جنس ما يستأنس به. على كل يا إخواني ما حكم هذا الفصل الآن أو التنبيه الذي ذكره المصنف الشارح في الأخير؟ نلخصه بماذا؟ بسؤال ما حكم المستثنى من كلام تام موجب؟ واجب النص هكذا. النحويون يذكرون أن المستثنى ينقسم إلى قسمين، المستثنى عموما إما متصل وإما منقطع. المتصل تعريفه أن يكون المستثنى من جنس
المستثنى من مثل قام الناس إلا زيدا، زيد من الناس، هذا يسمى متصلا. والمنقطع عكسه، هو الذي يكون المستثنى من غير جنس المستثنى من مثل قام الناس إلا حمارا، فالحمار ليس من جنس الناس. ما حكم المستثنى المتصل؟ عند الجميع أنه واجب النصب، عند الجميع حجازيين وتميميين وغيرهم أنه واجب النصب. اختلف العرب في ماذا يا إخواني؟ في المستثنى المنقطع. في المستثنى ماذا؟ المنقطع. فإذا كان المستثنى منقطعا، هذا طبعا في غير ماذا؟ التام الموجب. التام الموجب انتهينا منه. التام المنفي يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه وجهان. التام الموجب يا إخواني ما حكمه؟ وجوب النصب، سواء كان متصلا أو منقطعا، هذا عند جميع العرب. لكن المستثنى من كلام تام غير موجب قلنا يجوز فيه وجهان، هكذا جواز الوجهين. جواز الوجهين في ماذا؟ في المستثنى المتصل باتفاق. في المستثنى المتصل باتفاق. المستثنى المنقطع، المستثنى المنقطع مثل ما في الدار أحد إلا أيش؟ أو ما جاءني أحد إلا حمارا أو حمار، ها؟ ما جاءني أحد إلا حمارا أو حمار، كيف نقول يا أخانا؟ يعني ما زارني الناس مثلا، ما زارني الناس، أو نقول هكذا ما جاءني أحد إلا حمار مثلا. طيب، على أنه مستثنى ماذا؟ منقطع. منقطع. المستثنى المنقطع يا إخواني عند الحجازيين يجب نصبه، عند الحجازيين يجب ماذا؟ نصبه. وعند التميميين يجوز فيه الوجهان، والأرجح النصب، الراجح النصب. مثلا قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا ماذا؟ إلا اتباع الظن. اتباع الظن ليس من جنس العلم، هكذا الظن غير العلم. اتباع الظن ليس من جنس ماذا؟ العلم. فهذا المستثنى ماذا؟ منقطع. الحجازيون أوجبوا نصبه وبه نزل القرآن كهذه الآية، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الحجازيون ما لهم؟ يجبون نصب المستثنى المنقطع. التميميون جوزوا ماذا؟ الوجهين ورجحوا النصب. إيش معنى رجحوا؟ إيش معنى رجحوا؟ كيف رجحوا؟ ها؟ التميميون، التميميون عرب، هكذا. كيف رجحوا النصب؟ ها؟ الغالب في استعمالها، أحسنتم. يعني كيف عرفنا أنهم رجحوا النصب؟ كيف عرفنا أنهم رجحوا النصب؟ الغالب في استعمالهم في المستثنى المنقطع النصب، وسمع في كلامهم ماذا؟ الإتباع. وعلى هذا يجوز الوجهان، والراجح ماذا؟ النصب لكثرة استعماله عندهم. كيف نعرف يا أخوان الأرجح؟ لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، يستعمل أكثر من القسم المرجوح. واضح؟ ما حكم المستثنى المنقطع؟ من كلام تام موجب يجب ماذا؟
نصبها مطلقا متصلا أو منقطعا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس منقطع ولا متصل؟ ها يا أخواني، منقطع على القول الراجح من أقوال أهل العلم في خلاف هل إبليس من جنس الملائكة أو ليس من جنس الملائكة. الراجح أنه ليس من جنس الملائكة، فإن الملائكة خلقت من نور، وخلقت الشياطين ماذا؟ من نار. وعلى هذا إبليس ليس من جنس المستثنى منه. واضح؟ هنا نصب وجوبا لأنه من كلام ماذا؟ تام موجب، سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. المستثنى من كلام تام غير موجب ما حكمه؟ يجوز فيه ماذا؟ الوجهان. ثم نفصل، نقول الحجازيون فصلوا في المتصل والمنقطع، فقالوا المتصل يجوز فيه الوجهان، والمنقطع يجب فيه النصب. التميميون جوزوا ماذا؟ الوجهين مع ترجيح النصب. قال الشارح رحمه الله، نقرأ هذا الكلام الأخير وبه نختم. قال: تنبيه آخر. الحاصل مما سبق، هذا الآن خلاصة ما تقدم. الحاصل مما سبق أن الاستثناء إذا كان من كلام غير تام، إذا كان من كلام غير تام فلا أثر له. إيش معنى لا أثر له؟ يعني العامل قبل إلا يدخل ماذا يعمل فيما بعدها، سمى مفرغا ويسمى ماذا؟ ناقصا. سمى مفرغا ويسمى ناقصا. هذا من كلام غير ماذا؟ غير تام. وإن كان من كلام تام فهو متصل ومنقطع، فالمنقطع منصوب مطلقا، والمتصل هذا من كلام تام يا إخواني، من كلام تام. فالمنقطع منصوب مطلقا، والمتصل إن قدم فيه المستثنى عن المستثنى منه فمنصوب أيضا مطلقا، وإن تأخر فهو موجب وغير موجب. إذا تأخر المستثنى من الكلام التام ينقسم إلى موجب وغير موجب، فالموجب منصوب أيضا، وغيره يجوز نصبه أيضا، والأجود إبداله من المستثنى منه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا، يعني على حسب البدل. البدل يتبع المبدل منه، أو على حسب المبدل، على حسب المبدل. انتهينا من هذا؟ انتهينا الآن. قال رحمه الله: والناصب للمستثنى ما قبل إلا من فعل ونحوه بواسطة إلا، كما نصب المفعول معه بالفعل بواسطة الواو. وقيل الناصب نفس إلا، واختاره ابن مالك. هذه المسألة تقدمت معنا، ما هو الناصب للمستثنى؟ اختلف فيه النحويون على كم؟ على 8 أقوال. بعضهم قال الفعل المتقدم، بعضهم قال إلا، بعضهم قال المخالفة، ماذا؟ وبعضهم قال غير ذلك، بعضهم قال فعل محذوف. على كل قلت أنا الأظهر أنه ماذا يا إخواني؟ فعل محذوف، لأن أحيانا ما يكون عندنا فعل متقدم، أحيانا ما يكون عندنا فعل متقدم، مثل ماذا؟ أيش المثال اللي ذكرناه؟ القوم إخوانك إلا زيدا، أين الفعل هنا؟ لا في فعل ولا فيما يعمل
حمل الفعل، واضح؟ لكن لو كنا الناصب له فعل محذوف تقديره استثني او استثنى.